خلينا ناخذ مقادير الكيك. كيكة محبي الشوكولاتة يعني 100% شوكولاتة. بلزمنا 3 باكيتات براوني ميكس نيولاند، 6 بيض، 3 ارباع كوب مي، 2 كوب وربع زيت، 100 جرام شوكليت شيب، علبتين كريمة من نيولاند، وفراولة للتزيين. تمام. طيب زينة الحلاونة شوي معلش عشان في أشياء لازم ينتبهوا عليها. طيب بس خليني أقول لزين الحلواني، زين الحلواني شكرا لإلك كلك ذوق يا زين. هلا أنا خبزت ثلاثة عملت باكيتين وقسمتهم على 3 صواني عشان هيك أوكي. وطبعا بحط ورق زبدة بالقاع عشان ما تلزق طلع بتجنن. هلا بس أنا بس أحكي لهم إشي مهم، لازم تقشر 6 البيت الوجه لأنه إذا ما قشرته بتصير تزيح مع الكعكة بعدين لما تخلص بتصير تزيح، فلازم بس نظف الوجه. معلش خليني أقيمه أنا هيك على السريع. هذه القطعة لازم تنقع. تمام. بعدين بنحط كريمة، أنا كمان بالخلطة فيها لحطة شوكولات شيب، إذا لاحظتي فيه بالوصفة شوكولات شيب، فبالخلطة حجوة قبل ما أخبز حطيت شوكولات شيب اللي هم حبيبات الشوكولاتة. هلا بنحط الكريمة الجاهزة. تمام. ياسمينة من نابلس عم بتتابعك هي ووالدتها وبتسلم عليكي، يسعد صباحك انت ووالدتك. تمام. نحط كمان واحدة. هيك تمام. نحط كمان طبق، شايفة هلا انت تيالا رح تكيفي عليها. طيب ام الليث من السلط بتسلم عليكي وبتقولك يعطيك الف عافية، جد روعة. يسعد صباحك أمي. وسناء كمان عملت لك شغلة كتير زاكية، اسلموا على الصورة الحلوة يا سناء. بيان بتسألك إيش نعمل في بديل للفستق اللي عندي تحسس ما بتقدر تحط البينات باتر؟ بتقدر تحط شو اسمه، ما تحطش بينات باتر، تعملها سادة. بتقدر تعملها سادة، بتقدر تعملها مع جوز هند، مع زبيب، اعمليها مع أي شيء، ما تحطي بالمرة ما في داعي، تحطي أي نكهة تانية أنت جا عبالك تحطيها. ما في مشكلة. تمام. هلا هاي الكيك نحط له، انا بدي الفه على السريع، نحط له كريمه على الداير. راح ازينه من فوق عشان هاي كريمه دسمه. هلا انا خففتها، يعني بتقدر تخففها ست البيت اذا بتحب بكوب فريش كريم سائل. طبعا معلش رح نزينها بس من فوق. معلش جريس الزيادات موجود في السويد وعم بتابعنا وبحب يسهلم على اهله في الاردن وعلى كل اهل البلد، شكرا لك يا جريس، يسعد صباحك. حطينا لها شمعات، شو رايك؟ عيد ميلاد سعيد على الاخر. بس شويه هيك ديكور عشان ما لحقناش نعمل الجنب، بس نظبطها هيك. يلا هلا بنعملها ديكورات. هيك شوي هاي من هون هيك. نحن طالع معنا شغل بيت. يا ديالا بدي أكلة رشوف وحياتي، بسمع فيها بس ما بعرف أعملها. ذاكي رشوف طبعاً. من سناء موجودة بكردستان. يا سناء إن شاء الله، بس إحنا عملناها الرشوف، موجودة على موقع رؤية. موجودة. نعملت مرتين. خلص يعني بس أكلي هاي الرشوف. طبعا زاكي زاكي، شو رأيك؟ طبعا كرات الشوكولاتة عم بيسألوا فيها بيض ني؟ لا طبعا ما فيها بيض، احنا عملنا براوني بالضبط. وبعدين طريقة جديدة من الشوكولات اللي عملتها عشان تعملي شوكولات بول، يعني عادي خبزة كعكة عادية حطتها وحطت عليها من نيولاند شوكولاتة السائلة هاي. سوري معستهم مع بعض. وين بدك احطها؟ تيجي معنا يا ويلي. هيها جاهزة. طبعا ست البيت إذا بتحب تحط كريمة هون، بس نحن الوقت دركنا. حلو كمان شوية تغيير. تمام. هاي أحلى حفلة على غفلة هاي. كيف عملنا؟ هاي أربع أصناف هيك ممتاز. خمس أصناف.